ذوي الامراض المزمنه يعني المناعه نتاعهم يعني راهي ضعيفه، وبذلك اي ميكروب ولا اي فيروس يتعرض لها المصاب بداء السكري. فالنصائح اللي رانا نوجهوها خاصه في الوقت الصعب هذا اللي رانا فيه، فننصح مرضى السكري اولا انهم يلتزموا بكل القواعد المعمول بها في حياتهم اليوميه، يحافظوا على النظام الغذائي نتاعهم، يحافظوا على الادويه نتاعهم، نظافه يوميا يعني في البيت نتاعو من غسل اليدين، غسل يعني الوجه نتاعو، الاطراف نتاعو، ويلتزموا بيوتهم، لان عندما يلتزم يعني المصاب بالسكري البيت نتاعو ويلتزم يعني بالقواعد المعمول بها، فانه يقي يعني نفسه من كل الامراض بما فيها يعني هذا الفيروس، فيروس تاع كورونا اللي راه يعني في انتشار كبير. كما رانا نفكروا يعني هذه الجمعيات الخيريه، فعاليات المجتمع المدني، اننا رانا نفكروا في ايصال المؤونه يعني المواد الغذائيه للعائلات يعني الضعيفه والعائلات الهشه والعائلات المعوزه، كذلك في هذه العائلات الهشه والمعوزه فيه المصابين بالسكري اللي ما عندهمش التامين وهم بحاجه ماسه الى انسولين في هذا الظرف اللي رانا فيه. فنوجه ندائي سواء بولاية غليزان أو على المستوى الوطني أنهم يفكروا في هذا الفئة، والجميع اللي عنده يعني أنسولين زيادة في البيت تاعو يوجهها يعني المقرات الجمعيات، حتى هذه الجمعيات يعني بدورها توجهها للمصابين بالسكري.